حبيتك يا اسمك ايه وناديتك يا اسمك ايه. تنكا تنكا، ايه ده عبير عامله ايه؟ كويسه كويسه، مش وقته. عارفه الولا حموكشه اللي ماشي وراك بيلف كده ويدور طول النهار والليل؟ الحقي واقف مع واحده ايه، حته بت مزه يا لهوي عليها، مانيكان كده اهو. مين حموكشه؟ حموكشه واقف مع واحده؟ ما يقف وانا مال. انت مش زعلانه ولا ايه؟ ده بعد ما كان بيلف وراك الكره الارضيه واقف مع واحده غيرك، يعني بصي الشباب كلهم بيبصوا عليها، انت مش غيرانه؟ اغير ايه، انت هبله ولا ايه؟ ما يولعوا هما الاثنين وانا مالي، احسن برضه. كدابه، اكيد مولعه من جوه يا بنت. بقولك هو حد يطول حد يحبه كده؟ دي من وانتوا صغيرين عمره ما حب حد غيرك، وفجاه كده يبقى واقف مع واحده غيرك؟ انت لازم تتضايقي، انت ما عندكيش دم. يوه بقولك ايه، يلا روحي روحي. اخس عليكي، انت بتكرشيني؟ مش قصدي، بس انت بتقولي كلام يضايق. انا مالي ومال حموكشه، احسن برضه ان هو لقى واحده غيري بدل ما هو كل شويه عمال يجي يخطبني وانا ارفضه. يا تنكا يا حبيبتي، انت صاحبتي وحبيبتي وبحب لك الخير والله. لو ضيعتي حموكشه من ايدك عمرك ما هتلاقي حد زيه. في حد يلاقي حد بيحبه كده ويسيبه؟ انت اكيد مش مقدره النعمه اللي في ايدك. بس انا ما بحبوش. لو فكرتي فيه شويه هتحبيه، ده بيعمل عشانك حاجات كتيره قوي، بس انت مش شايفه ولا مقدره، وفي الاخر في واحده غيرك هتيجي تخطفه على الجاهز. انا يا ريت الاقي حد يحبني كده، يا بختك والله. ايوه بقى، انت بتعملي دماغي ولا ايه؟ انا عمري ما فكرت فيه. طب بقولك بصي من البلكونه وشوفي هو واقف هو والبت دي، وشوفي قلبك هيغير ولا هيعمل ايه، وانت هتعرفي انت عايزاه ولا لا. ممكن تكوني بتحبيه بس طول ما هو مرمي عليكي كده مش عارفه تحسي. تفتكري؟ ايوه طبعا، يلا جري على البلكونه. اهم هناك اهم، شايفاها عامله ازاي؟ ما فيهاش غلطه، سمباتيك على الاخر بت الايه. عاديه يعني. عاديه ايه، انت مش شايفه يا بنت؟ دي ما فيهاش حته زايده ولا حته ناقصه، وشعرها ولبسها، بص هو باصص لها ازاي. يو بقى ما زهقنيش، اهي بنت وخلاص. ايه ده، اخيرا غيرتي عليه. البنت تستاهل الصراحه. بقولك عاديه، انت ايه؟ على فكره احلى منها، وبعدين انا مش بغير ولا حاجه، ما يلاقوا بعض يا حبيبتي. كذابه، عينيكي بتطق شرار. هو انت تعرفي هي مين؟ لا والله ما اعرفش، انا فجاه كده لقيتهم مع بعض وبقالهم فتره طويله مع بعض. يعني هتكون مين دي؟ طب ما تساليه. انت اتجنيتي عشان يقول عليا ان انا غيرانه؟ لا طبعا، انا مستحيل اساله دي مين، بس ممكن انت يا صاحبتي يا حبيبتي تسالي وتعرفي مين دي. ايه ده، عايزين اشتغل جاسوس على اخر الزمن؟ بس ماشي هروح اساله. مش دلوقتي يا عبيطه، لما تمشي. خلاص ما تزعقيش. انا متشكر قوي ان انت جيتي، انا كان لازم اسال عليك بعد اللي انت عملته معايا ده، لازم اجي اشكرك في مكانك. تشكريني على ايه، ده واجب. لا ازاي، مفيش حد في جدعنتك وشهامتك. يا بختها اللي انت هتبقى من نصيبها. ايوه تنكا. تنكا مين تنكا؟ تنكا جارتنا، بحبها من زمان وحالف ان انا لازم اتجوزها وهتجوزها. يا بختها تنكا دي، يا ريتني انا تنكا. شكرا. طيب انا مضطر امشي دلوقتي، بس ان شاء الله هنتقابل تاني. اكيد طبعا، معاكي رقمي، احتجتيني في اي وقت اتصلي بيا هجيلك على طول. تمام طبعا، اكيد هتصل بيك حتى لو مش محتاجه حاجه، انا لازم اسمع صوتك. فرصه سعيده وان شاء الله نتقابل تاني. انا اسعد يا حموكشه. وانا كمان والله اسعد جدا. فرصه سعيده يا حموكشه. انا اسعد والله يا انسه لينا. الحق دي ماسكه ايده. ايه ماسكه ايده بجد؟ ايوه انت مش شايفه. باي. شايفه شايفه، مشي وبيبص عليها ازاي. انزلي بسرعه عرفي دي مين. تمام اروح اعرف منه مين دي واجيلك بسرعه. والله عالية يا استاذ حموكشه، وعامل نفسك بتحبني. ماشي ماشي، هما كده الرجاله مالهمش امان، بس يمكن انا زودتها شويه. اهي راحت اهي، اما نشوف بقى هتعرف منه حاجه ولا لا. هي اتاخرت كل ده ليه؟ كل ده لك؟ اوف يا شيخه. لا والله. اه والله زي ما بقولك، اتفقنا بقى، خليك على الكلام اللي احنا قلناه مع بعض، اوعى تغيره. لو كده اوكي. هي بتقول له ايه كل ده؟ بس اوعى تقول حاجه من اللي قلتهولك. لا يا شيخه وانا عبيط. اتفقنا يا حموكشه. اتفقنا طبعا. ايه ده، هما بيسلموا على بعض ليه؟ اوف، هو حلو دلوقتي يعني بقى محطوط عليه سكر كل البنات عايزه تسلم عليه؟